خدمات صحيه للسيدات والساده النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي الوحده والتعادليه. تفضلوا تفضل سيدنا المحترم. شكرا سيد الرئيس، سيد وزير، سيدات الساده الحضور الكريم. مجهودات كبيره كتقوم بها وزاره الصحه والاطر ديالها، اطباء ممرضين واداريين، بالمقابل تدني كبير يوم بعد يوم للخدمات الصحيه على الصعيد الوطني. سيد الوزير، نسالكم عن هذا الخلل الحاصل وشكرا. شكرا سيد النائب، تفضل سيد الوزير. لا شكرا السيد النائب المحترم، فهادشي اللي قلتي صحيح دائما تنقولها، ولكن راه هادشي خص دروج فاش نصحوا الاوبر. واش بغيتو انت كتقول لي ودائما تنقولوا البنيه التحتيه ناقصه فيما يخص الكم والكيف، المتجهزات البيوت الطبيه كذلك، الموارد البشريه حنا تنتناقشوها، هادشي تدريجيا، فما يمكنش نجيو وبين عشية وضحاها انه غنحلوا جميع هذه المشاكل، وربما الى وضحتي الامور اكثر ربما غنجاوبك اكثر. شكرا. شكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد النائب، عندكم تعقيب. شكرا سيد الوزير على الاجابه. كنظن انه الموت ما كيتسناش، كنظن ان كل شيء يقدر يتسنى الا الوفاه ما تتسناش. ان يوميا كيموتوا اشخاص، لان ملي كتلقى موعد ولا كان قبل الموعد ليه 3 شهور 4 شهور، دابا سنويا ولا الموعد كيولي كيدوبلا، اللي عنده موعد على عام ولا عنده عامين. لا يعقل واحد عنده مرض بسيط جات له بالراديو كيعطوه موعد واحد 6 شهور ولا 7 شهور، ملي كيعاود يرجع يعطوه موعد اخر ثاني 6 شهور كيبقى حتى كيتوفى. يعني هذا المشكل ما يمكنش ينتظر، لان الحكومه خصها تاخذ واحد الاجراء، لان ما يمكنش حنا نسكتوا على الوفاه ونقولوا راه هذا الشيء بالتدرج. بالفعل التدرج اي كاين، وين كاين مستعجلات. ما يمكنش اننا نصبروا نشوف واحد الطفل كيموت ولا واحد كيشوف ولده كيموت ونسكتوا ونقولوا نتسناو التدرج. هذا راه اجراء خاص الحكومه تاخذه. كنظن من الاسبقيات ان الحكومه خاصها تهتم بقطاع الصحه، لان ما يبقاش نرجعوا المشكل ديال الاطر الصحيه والاطر الطبيه ما كاينينش، كاين خصاص. وبالفعل كان قبل خصاص، وين كان تدبير معقلا. لهذا كنظن ان العمليه خاص امكانيات ماليه، هذا هو الاساسي، وخاص الحكومه تضخ امكانيات ماليه على اساس باش تحسن الوضع الصحي في المغرب. ما يمكنش اننا الامور تبقى بحال هكا ويوميا وفيات، لان ركزتوا على المؤشرات تاع منظمه الصحه العموميه اللي كتهتم بوفيات الامهات والاطفال. شكرا سيد النائب. وخليتوا عدد كبير ديال الناس خصوصا الحوادث. شكرا سيد النائب على التوقيت. كاين شي تعقيب من طرف اي فريق؟ تفضلوا سيد الوزير، عندكم شي تعقيب؟ لا فاحنا ما تنسكتوش على الوفاه، يعني تتقول لي بحال زعما تنصفقوا الوفاه، بالعكس لا انت ولا انا ولا حتى شي واحد انا ما يرضى ولو مواطن ولا مواطنه وحده تموت، وان جميع احنا تنديروا المجهودات على حساب شنو عندنا في جيبنا. ما غاديش نجي نكذب عليك، انا تنقول بكل صراحه لي رونديفو اللي تدوي عليهم ولا الامكانيات اللي عندنا تنحاولوا نديروا ذاك الشيء اللي تقدينا عليه هو هذا الشيء. غنقول لك بكل صراحه المجهودات كاينه، تنحاولوا نديروا ما امكن اللي كاين في جهدنا باش غنحلوا المشاكل. هادشي اللي عطى الله. شكرا. شكرا السيد الوزير. انتقل